برحب بحضراتكم في برنامج اسأل مجرب. انا موجود معاكم في منطقة الخطربة. احنا كنا موجودين في نفس المكان ده من تقريبا شهرين، وكنا بنتكلم على مشاكل كتيرة جدا. ابتدى جهاز معالج ملوحة المياه او يجيب نتائج، وابتدينا نشوف ان في مبشر يعني بشاير للخير ابتدت تظهر. معاكم النهارده هتكلم عن اشجار الخوخ، لان كان فعلا في معاناه كبيره جدا والاشجار كانت عندي متاثره بسبب ارتفاع الملوحه. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، برحب بيكم في منطقه الخطبه وقناه مصر الزراعيه واهتمامها الثاني تاني زياره لينا، لان احنا وعدنا ان احنا نتابع ونشوف ايه اللي بيتم وفي تطور بيحصل ولا لا. يهمني ان انا لما اجي يكون في مشكله، وابتدينا نسال مع المزارعين عن الخطوات اللي تمت النهارده وان في مؤشرات تدل على زوال المشكله. عايز اعرف احنا لسه مكملين ولا لا. احكي لي الاول، اشجار الخوخ دي اخبارها ايه؟ اشجار الخوخ دي بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين، يعني دلوقتي احنا خلاص في مرحله العاد حضرتك، خلاص بمرحله صدور يعني الورق زي ما احنا شايفين بتاعنا طالع. خدت بالك اللي احنا كنا عندنا مشكله في الملوحه، جيت في زياره قبل كده، خدت بالك في زياره المره اللي فاتت، ان كان عندنا اعتبار احنا كنا واخدين قرار حتى مع الاستشاري الموجود في المزرعه الدكتور الباز ان احنا بنزيل الخوخ ده خالص. بتشيل الخوخ ده قرار صعب جدا. طبعا ما هو كان خلاص، يعني حتى استشاري المزرعه الدكتور الباز قال لك لازم خلاص مفيش مرحله. استشاري المزرعه قال ان احنا الاشجار دي الاشجار الجميله اللي احنا شايفينها دي هنزلها. يعني انتوا حضراتكم كمشاهدين او كمزارعين واخدين بالنا احنا بنقول ايه؟ الشجره دي عمرها قد ايه؟ عمرها 8 سنين. يعني انا بعد 8 سنين وتسع سنين انتظار وعمل اخد قرار ان انا هشيل المزرعه. نسبه الملوحه كانت وصلت كده 1300. كان خلاص اعتبر الشجره عندي عجز. يعني ما فيش. تحل المشكله ازاي لما ظهرت؟ نشوف، انا وضعنا خطه، هنبدا هنعمل بير، هل هنشوف طريقه. ففي الاخر طبعا اكتشفنا موضوع معالج الملوحه اللي هو دلتا ووتر، خدت بال حضرتك، واتكلم وبدانا نشوف الجهاز، نشوف زياره لجيراننا ونشوف زياره في المزارع المجاوره لينا وفي مزارع ركبت الجهاز. فاخذنا قرار ان احنا نجيب جهاز دلتا ووتر. كان احنا كنا داخلين المره اللي فاتت على بيت شتوي، يعني احنا جبناه في شهر 10، فكنا داخلين على فتره سكون، فكان لازم نشوف بس كان ظاهر معايا، كان ظاهر معايا لما جينا في فتره السكون واحنا مصورين الاشجار دي قبل كده. كانت الاشجار فاضيه بصراحه، ما كانش فيها اوراق خالص. احنا دلوقتي في مرحله التزهير والعقد، تمام؟ العقد والبرعم الاخضر ده اهم حاجه عندي، المجموع الخضري ده يهمني انا كمزارع، ويهم اي استشاري او مهندس المجموع الخضري في الشجره. عايزك تقيمه لي، يعني اللون، الكثافه اللي موجوده دلوقتي. عندنا صور المزرعه من السنه اللي فاتت في نفس التاريخ في نفس الميعاد، كان عندنا شجر متهالك بنفس الميعاد السنه اللي فاتت. السنه دي لا، احنا عندنا اختلاف، يعني اقدر اقول 100% 100% بجد. مش ومفيش مزارع هيجامل شركه او يجامل جهاز على حساب البرنامج بتاعي اسمه اسال مجرب. انا نازل علشان اشوف ابحاث العلميه والتقنيه والاجهزه دي عملت ايه. لا عملت عند المزارع طبعا، لا عملت من زمان، عملت عشان بس نكون امنا مع الناس ان احنا مزارعين في الاول، يعني مش هنجامل شركه على حساب نفسنا. شبكات الري انت اخر مره اشتكيت لي منها، قلت لي على طول بتبقى مسدوده والنقطات. طبعا في مسدوده عن النقطات، ففي مشكله النقطات دي مشكله ان احنا في تسميد اصلا طبيعته بيحاول ان هو يسد النقطه، وفي بالمي في موضوع تزيين النقاط احنا بدنا نكتشف ان هو خلاص، يعني الموضوع بدا ينحل معانا. ومعدلات التسميد اختلفت معاك بعد تركيب الجهاز؟ هو الاستشاري طبعا عندنا دكتور الباز بيحاول ان هو ايه، لو مثلا 3 كيلو للفدان بينا بنحط مثلا 2 كيلو. معالج الملوحه ده احنا ما حطيناهوش خالص السنه دي، يعني البرنامج موجود عندنا ما فيش معالج الملوحه، ما ضفتهاش خالص، ما ضفناهاش خالص السنه دي. لحد وقتنا هذا ما ضفناش اي معالج ملوحه. التربه هنا بعد ما بنبتدي نستخدم جهاز معالج المياه المغناطيسي بشكلها بتغير؟ يعني انا لما جيت قبل كده كان عندي ملوحه وعندي تراكمات في جناب الارض، في جناب الارض هدول. فاحنا معالجنا الملوحه، هو كل الهدف مشكلتي ان انا ده المرايه بتاعتنا، يعني الورق ده هو مرايتك في الارض، ده اللي يبين لك، ده اللي يبين لي هل انا ماشي صح ولا ماشي غلط، تسميدي صح او تسميدي غلط، المايه عندي فيها مشكله ولا ما فيهاش مشكله. كل الكلام ده بيظهر عندي. في بعض استفسارات من المزارعين يقول لك طب ما انا بعد ما استخدم الجهاز الملوحه هتتراكم عندي حوالين الشجره. الجهاز طبيعته يعني فكرته ان هو بيفك الملوحه، هو اصلا الملوحه جايه مفكوكه، ما فيش ملوحه اصلا يحتمل، يعني العنصرين جايين ما هماش متحدين معانا. ما حسيتش او ما لاحظتش ان في ترسبات ليها على التربه بعد كده؟ لحد وقتنا هذا اكون امين مع اي حد بيسمعنا مش موجود عندي. بقالك قد ايه مركب الجهاز؟ احنا مركبينه من شهر 9. من شهر 9 واحنا في اخر شهر 12. برضه الامانه احنا في شهر 9 10 حضرتك داخلين على فتره السكون، فما كانش يظهر معايا كتير يعني. لكن النهارده اقدر اقول بكل ثقه يعني ان الجهاز لا، في نتيجه بامانه.